السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم نحل الكلمات تحتوي على حرف الإذ. حرف الإذ صوته ظاء واسمه ظاء وصوته إذ. اسمه ظاء، حرف الظاء وصوته إذ. يأتي حرف الإذ في أول كلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة، يكون هذا شكله: ظفرن، ظفرن، نظام، حافظ، ظ ريف، عظام، محفوظ. هذه كلمات جميعها تحتوي على حرف الإذ، ولكن اختلف موقعه. في كلمات تحتوي على حرف الإذ في أول كلمة، في كلمات تحتوي على حرف الإذ في وسط الكلمة، وكلمات تحتوي على حرف الإذ في آخر الكلمة. سنقوم بتحليل الكلمات ونميز أين موقع حرف الإذ. ظفر، ظفر هي مقطع ساكن. ظفر رن، ظف رن، ظف مقطع ساكن، رن مقطع قصير، جاء حرف الإذ في أول الكلمة. ظف رن. ني ضامن، ني مقطع قصير، ضا جاء حرف الإذ في وسط الكلمة. ني ضامن مقطع قصير، ني ضامن، ني مقطع قصير، ضا مقطع طويل، من مقطع قصير، نظام. حافظ، لاحظ هنا كلمة حافظ ثلاثة مقاطع: حا مقطع طويل، ف مقطع قصير، ض مقطع قصير. حافظ، جاء حرف الإذ هنا في آخر الكلمة. حافظ. نظام، ظفر، هذه الكلمات تحتوي على حرف الإذ. تعالوا نشوف الكلمة اللي وراها: ظريف، ظريف، ظ جاء في أول الكلمة، ري مقطع طويل، فن مقطع قصير. ظريف، ظ جاءت في أول كلمة، شوف كيف لفظتها أنا، ظ هي مقطع قصير. ظريف، ظريف تحتوي على ثلاثة مقاطع: هذا مقطع وهذا مقطع وهذا مقطع. بس إذا أجينا عدينا عدد حروفها، عندنا حرف، حرفين، ثلاثة، أربعة، أربعة حروف وثلاثة مقاطع. عندنا الكلمة اللي وراها: عي مقطع قصير، ذا مقطع طويل، من مقطع قصير. عي با من، عي ضامن، تحتوي كلمة عظام على ثلاثة مقاطع: عي مقطع، ذا مقطع، من مقطع. عي ضامن. لكن كم عدد حروف كلمة عظام؟ عي حرف، إذ حرفين، آ ثلاثة حروف، من أربعة حروف. عي ضامن ثلاثة مقاطع وأربعة حروف. بدنا نميز بين المقاطع وبين عدد الحروف. الكلمة الأخيرة كلمة مح، مح فوظ، مح فوظ، محفوظ، جاء حرف الإذ في آخر الكلمة ولكنه غير متصل. محفوظ، تعالوا نحللها: موح، مح هي مقطع ساكن، فو مقطع طويل، محفوظ مقطع قصير، جاء حرف الإذ هنا في آخر الكلمة. مح مقطع ساكن، فو مقطع طويل، ظن مقطع قصير، جاء حرف الإذ هنا في آخر الكلمة. صوته إذ واسمه ظاء، صوته إذ واسمه ظاء. يأتي حرف الإذ، يكون طريقة كتابته هكذا، تكون طريقة كتابة حرف الإذ. بدك تميز بين الإذ وبين الإذ. هذه حرف الإذ وهذا حرف الإذ، بدنا نميز بكتابته وبلفظه. اللي عصايته طويلة يقرأ إذ، اللي عصاي اللي ما إلوش عصاي وإلو سن صغير يقرأ إذ. إذ 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 إذ. هذه كلمات قمنا بتحليل كلمات تحتوي على حرف الإذ: ظفر، نظام، حافظ، ظريف، عظام، ومحفوظ. قمنا بتحليل الكلمات إلى مقاطع طويلة ومقاطع قصيرة، وقمنا بتمييز عدد الحروف وعدد
المقاطع. يعطيكم ألف عافية.